السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوية كده فطير بالجبنة، وهعمل لهم المولتو بدل ما يشتروه جاهز من بره. انا قلت اوفر بقى عليهم ونعمل شوية مولتو كده في البيت. طريقة حلوة قوي وسريعة وبسيطة، ومش هياخد مننا اي وقت ان شاء الله. بصوا شكله من جوه ما شاء الله حلو قوي، الشوكولاتة اللي فيه والعجينة بتاعته ما شاء الله جميلة ومغذية. بصوا انا عاملاه حجم كبير، بس انتوا ممكن تصغروا طبعا الحجم. بصوا من جوه ما شاء الله حلو قوي. ده عملته كده بالشوكولاتة اللي هي النوتيلا، الشوكولاتة القابلة للدهن، وعملت شوية بالجبنة، عملت برضو اللي هو المولت ده، بس ده جزء بالجبنة كده برضو حلو قوي ما شاء الله. واهم حاجة ان طريقته سهلة وسريعة وما خدش اي وقت خالص. ودي برضو فطاير كده بالجبنة صغيرة كده، بصوا طرية جدا وخفيفة. تعالوا يلا كده مع بعض نشوف في المكونات بتاعته ايه. انا هنا كنت بدوقه كنت بدوقه معاكم. حلو قوي، يستحق اللايك. تعالوا يلا بقى نعمله مع بعض. المكونات هنا عندي، انا عندي كيلو ونص دقيق، انا هعمل كمية كبيرة شوية، ده كيلو ونص دقيق، وانا معايا كيلو لبن. هو ده مش الكيلو كله، بس انا هستخدم كيلو لبن على الكيلو ونص دقيق، وده حوالي نص كوباية زيت، هي كوباية صغيرة شوية، ومعايا بيضتين بدرجة طبعا حرارة الغرفة، وعليها نقطة فانيليا، وده كيس لبن اللي هو النيدو لبن البودر، وكيس الخميرة طبعا، وهحط 3 معالق سكر، بس انا ما جهزتهمش هنا، انا نسيت احطهم، بس هحطهم معاكم يعني. حلوة قوي الفطاير اللي هنعملها، والمولتو ده حلو قوي، هتجربوه هتلاقوه ما شاء الله جميل. هنا هبدأ احط على اللبن، اللبن يدوب دافي، ده فيان بسيط. انا حطيت الزيت وهحط البيض، هخلط كده ايه المواد ايه السايلة مع بعض. عندي هنا اللبن البودر، انا هحطه على الدقيق، هفتحه هحطه على الدقيق، بس مش هحطه دلوقتي، انا هركنه شوية كده، لان انا لسه هنخل الدقيق، فهسيبه يعني لما انخل الدقيق هبقى احطه معي. هبدأ دلوقتي احط الخميرة على اللبن وعلى الزيت وعلى البيض، واحط برضو دلوقتي 3 معالق سكر من معلقة الاكل، المعلقة الكبيرة. هبدأ اقلب الكلام ده كله مع بعضه. انا حطيت السكر بس المقطع عدى بسرعة فما بانش قوي. انا حطيت 3 معالق سكر، وعلى الدقيق حطيت طبعا ذرة الملح، وهحط كيس اللبن البودر دلوقتي. وليه حطيت لبن بودر؟ لان هو بيدي طعم حلو قوي للعجينة، وكمان انا عايزة العجينة تبقى مغذية، وتبقى فيها ايه المكونات بتاعتها كلها تبقى مفيدة ومغذية عشان الولاد، فهي العجينة بتاعتها بصراحة ما شاء الله، يعني لو هي فاضية يعني الحتت اللي كانت بتبقى فاضية فيها كانت طعمها تحفة. هنا ببدأ انخل الدقيق، باخد حبة حبة طبعا كده من الدقيق انخلهم، ولازم اي معجنات نعملها لازم الدقيق يتنخل كويس، حتى لو الدقيق فاخر برضو بيفضل ان انت تنخلي الدقيق عشان تدخلي فيه هواء.
عشان العجينة معاكي تبقى ناجحة اكتر يعني. بعد ما انخل الدقيق دلوقتي انا هحط كيس اللبن البودر على الدقيق وهقلبه ايه مع بعض. ومعلش اعذروني لو التصوير المرة دي مش مظبوط قوي، لان الكاميرا اللي بصور بيها جديدة لسه، فلسه ايه مش فاهملها كويس. هنا حطيت اللبن البودر، وطبعا انا حطيت ذرة الملح. هقلب بقى ايه الكلام ده مع بعض. هنا في البولة اللي انا حاطة فيها السوائل بدأت الخميرة تتفاعل مع اللبن. دي سمنة فلاحي، انا هاخد منها معلقتين. وبرضو للأسف في التصوير المقطع برضو اللي خدت منه المعلقتين كان اتحذف، بس انا هاخد منها معلقتين في العجينة، هلم بها العجينة في الاخر. هبدأ هنا انزل بقى باللبن. الكيلو ونص دقيق خد معايا كيلو لبن بالظبط، يعني انا حطيت الكمية دي بس هرجع ازود عليها. انا ما كنتش حاطة الكمية بتاعت اللبن كلها في البولة، يعني اللي في البولة ده كان حوالي نص كيلو لبن، بس انا هرجع ازود لبن تاني، هكمل يعني لبن تاني. فهو الكيلو ونص دقيق اخد كيلو لبن بالظبط، انا ما ضفت لهاش اي مية خالص، العجينة كلها انا عجناها باللبن. انت لو حابة ان انت تضيفي لها مية ممكن تضيفي جزء مية وجزء لبن، بس انا فضلت ان انا اعملها باللبن صافي عشان تبقى العجينة تبقى مغذية اكتر للولاد، وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو قوي اللبن، بيدي طعم حلو للعجينة. ابدأ اخلط كده المكونات كلها مع بعضها، بشيل طبعا بقى هنا الاسباتيولا وهبدأ بقى ايه اعجن بايدي. هي عايزة عجن كويس جدا، وده اهم حاجة فيها في نجاح العجينة ان انت تعجنيها كويس جدا. ببدأ كده اقلب الاول، هلاحظ بقى ان العجينة ناشفة معايا، فهبدأ ازود لبن شوية بشوية لحد ما تلم معايا خالص. انا هنا ضفت اهو بقيت كميه اللبن، هي زي ما قلت لكم خدت الكيلو لبن كامل، الكيلو ونص دقيق خد كيلو اللبن كامل. هنا لمت معايا اهيت، نزلت بيها بقى على الرخامه، وايه وطبعا عجين عجين بقى كده ايه، حط كل اللي فيكي بقى في العجينه لحد ما تبقى طريه خالص العجينه في ايدك، تبقى طريه خالص. بص هوريها لكم دلوقتي، بصوا العجينه ما شاء الله زي الملبن، شوفوا تحطوا ايه ايديكم فيها طريه جدا ما شاء الله. ابدأ بقى طبعا نغطيها ونحطها كده ايه، هي مش محتاجه مكان دافي بصراحه لان الجو اصلا حر لوحده، الجو يعني الحراره فظيعه، فما فيش، هي 10 دقايق مش هتكمل 10 دقايق وهتكون خمران. هنا بعد ما العجينه بقى خمرت ما شاء الله حلوة قوي، ببدأ بقى كده ايه اعملها كور صغيرة. هاخد نص تقريبا العجينة اعملها كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، ودي اللي انا هعمل بيها المولتو بتاعنا. ببدأ بقى ايه افرد كرة كرة كده، وبالقطاعة بتاعت البيتزا بعمل ايه بشرح العجينة كده من جنب، وبحط هنا الشوكولاتة اللي هي النوتيلا، وبلف كده ايه العجينة عشان تاخد شكل المولتو ده.
بفرد كل كورة كده، وبعدين اقطعها واحط الشوكولاتة واقفل عليها، بتاخد الشكل بتاع المولتو. سهلة جدا ومبتاخدش اي وقت خالص، وطعمها عجب الولاد قوي. جربوها ان شاء الله تعجبكم. والشوكولاتة اللي هي بديل النوتيلا اللي انا بستخدمها سما، طعمها حلو قوي 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 بجد. في العجينة دي كانت بصراحة تحفة. هنا اروى بقى كانت دخلت معايا، بدأت تساعدني عشان نخلص بقى ما ناخدش وقت، لان كمية العجين كانت ما شاء الله كبيرة. فدخلت اروى معايا هنا تساعدني. بعد ما خلصت كل كمية العجين، انا دهنت الوش بتاعه بلبن وصفار بيضة، ودخلته على الفرن على الشبكة في النص. وقبل ما احطه في الفرن كنت مسخنة الفرن كويس جدا، وهو على الشبكة كده ما بياخدش وقت كتير، وبيحمر من تحت ومن فوق، انا ما بشغلوش الشواية. ودي الفطاير الصغيرة اللي بالجبنة، انا فردت العجينة كده وقطعتها وحشيتها جبنة ما شاء الله. دي الكمية اللي طلعت، ده غير طبعا اللي اتاكل بألف هنا. ما شاء الله طالعة جميلة جميلة، جربوها وان شاء الله تعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسونيش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. كومنت حلو كده منكم يحفزني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.